طلاب سنة تانية معانا يونت 2 بنكمل. كنا خدنا ليستنج قبل كده وخدنا ريدنج اللي هو سيفتي ات هوم. سيفتي ناون من سيف، صفة سيف آمن. سيفتي الأمان، سيفتي ات هوم الأمان المنزلي داخل البيت. One of the most common causes، common شائع منتشر، وفي uncommon يعني مشترك. I and my brother have some things in common، مثلا حاجات مشتركة. Cause of personal injury، cause الفعل يسبب. ولما أقول cause بستخدمها بجيب وراها مفعول object وبعد كده to المصدر to infinitive. يعني I caused my brother to cry. يعني to caused to المصدر. cause لما بستخدمها كنوع برضو تاخد حرف الجر of سبب لي كذا. طالما في حرف جر فهو على طول اما نعم اسم او جدا فعلا مش يعني. بندخل معاها ريزن. ريزن حرف الجر معاها فور وبرضه نفس الموضوع نعم او جدا اسم او فعل مضاف هنجي بعديها. في ريزن واي وطبعا بعديها جملة تابع كروز. تمام. Cause of personal injury. Personal and a person شخص so personal شخصي then as شخصي أو ذاتي. We feel personal with M-E-N-N-E in the phonetic that everyone is here and was a wound, I am a wound. تمام. Injury now من الفعل injury. You see injury is over. The injury فعل you see injury إصابة. تمام. و injured مصاب adjective. Is an accident at home. The most common cause of personal injury is an accident at home. Accident حادث وفي by accident طبعا الصدفة. By accident الصدفة. At home في البيت. And the two groups most in danger from these injuries. Two groups المجموعتين اللي هم المعرضين أكثر الخطر most in danger from these injuries من هذه الإصابات are children under 5. Under تحت أو أقل. من under 5 أقل من 5 سنين. And adults over 70. والكبار أدرس كبار السن بلغون أوفر يعني فوق أو ما يزيد عنه. هما الاثنين عكس بعض. أندر وأوفر هنا ما يزيد عنه أو فوق أوفر 70 اللي معديين السبعين. ريسنتلي مؤخرا A group of people were asked. مجموعة من الناس سئلت. لاحظ إن عندك A group A group of people were asking. ملاحظ ان A موجودة مفرد group ومع ذلك الفعل were وgroup ممكن تعمل بالشكل ده. Were asking where most accidents took place at home. سؤال where ده سؤال غير مباشر طبعا بتحاول زي ما شرحنا في الجرامر. Where most accidents took place. Most من غير ذلك كده تبقى معظم. The most of the accidents. سؤال أين تقع أو تحدث معظم الحوادث at home في البيت. Take place يحدث. تمام. زي happen زي care يحدث برضو happen. The majority correctly said. Correctly بشكل صحيح. Correct صحيح. صحيح. طيب صحيح.
correctly, bishakta sahiye, then adjective sahiye, verb verb, correctly bishakta sahiye. Sit the kitchen. قالوا الأخطر مكان في البيت ممكن يحصل فيه حوادث ومرض. Because this is where most house fires begin. يعني ده المكان اللي معظم house fires حرائق المنازل بتبدأ. Begin يبدأ. Fire حريق. نار بمعنى حريق. وفاير كفعل يفصل شخص من العمل. تمام. ده المكان اللي بتبدا فيه حرائق المنزل. The bathroom is also a danger area. ركز كده. Danger خطر. Because this is where many older the bathroom is also a danger area. When a danger طبعا المفروض area اسم منطقة. Danger area يعني منطقة خطر. يعني منطقة ممكن يسبب خطر. ما جالش a dangerous area. يعني هنا قال danger area يعني منطقة خطر. A dangerous area. Dangerous area هو منطقة خطيرة. في فرق طبعا لازم تاخد بالك منه. Because this is where many older people fool. يعني ده المكان اللي الكثير من older people كبار السن fool يسقطون يقعون عنه. Fool فعل fooling. ده التصريف بتاعك. في عندك feel يشعر. Feel felt felt. في feel feel feel. يسقط يسقط. في يشعر. في فل دي صفة بالعملية. And ways of accidents involving electrical equipment happen. وبرضه هو المكان اللي بعض الحوادث التي تتضمن involve يتضمن يشتغل على electrical equipment happen. Electrical نقول electrical engineer مهندس كهرباء. Electricity كهرباء نفسية. Equipment معدات أجهزة. Uncountable noun اسم لا يعد اسم غير معدود. Equipment الفعل equip يزود يجهز يجهز مكان يحط في الأجهزة بتاعته. في عندك tools تولز عدد يدوية أدوات يعني إكس فاكس مثلا هامر شاكوش كنت من تحت. When we asked a safety expert ولما سألنا a safety expert خبير في حاجات السلامة أو الأمان what we could do to prevent accidents at home إيه اللي نقدر نعمله عشان نمنع الحوادث at home في البيت. He came up with some simple but useful ideas. Come up with يعني يتوصل إلى يقدم some useful or simple but useful ideas. Useful مفيد. Simple بسيط يعني أفكار بسيطة ولكن مفيدة. He pointed out that. Point out يبرز يوضح. Point at أو to يشير إلى. تمام. For example
that we shouldn't leave food cooking in the kitchen. فعشي نسيب أي أكل يطبخ في المطبخ. He also recommended a number of other simple things. He also recommended. كما recommend. يوصي بي يرشى. Recommend معروف وراء يا إما ناو اسم يا إما جيران فعلا يجي يا إما recommended that we close جملة يعني. Also, be a number of other simple things. ببعض الأشياء الأخرى البسيطة we could do نحن ممكن نعملها. Including turning off and unplugging electrical equipment. Including. يعني include